من اكتفى أثرهم وتبع خطاهم إلى يوم الدين وكفى. الحمد لله واسع العطاء مجيب الدعاء رافع البلاء منزل الشفاء بارئ الأسقام والأدواء. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من هداه فهو السديد السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلوات ربي وسلامه على المصطفى الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. اللهم لك الحمد، أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنا بعلمه أينما حللنا وارتحلنا إله. لا إله إلا أنت، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الورى. ترى كل خفي يندس، تعلم كل سر وجهر وخفاء، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تسمع دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء. لا إله إلا أنت، وما تسقط من ورقة إلا بعلمك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي يراك ويعلم سرك ونجواك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك ولا حالك، مهما أخفيتي فعلى الله لا يخفى شيء، مهما اختبأتي الله يرى كل شيء، مهما بلغت قوة الظالم فالله هو القوي، مهما على قدره وارتفع شأنه فالله هو العلي. لا إله إلا الله القوي، لا إله إلا الله الغني، لا إله إلا الله العلي، لا إله إلا الله الكبير المتعال الجبار المتعال العظيم المتعال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بادئا ببدء، أنا أفضل تواضع، أنت الحمد لله موجودة، مررت بمراحل إن شاء الله سبحانه وتعالى أنجلاك وصرعت وظهرت، فضح الله سبحانه وتعالى سرك وجلاك من مكانك. هذا كله بأمر الله ومشيئته وقدرته، رغم المدة التي قضيتها في هذا الجسم مختبئة مندسة تتوارين على الأنظار حتى لا يظهر لك أثر، شاء رب العزة والجلال أن تظهري وتتجلي. علم الله سبحانه وتعالى يفوق كل العلوم. الحمد لله رب العالمين الذي جلاك وأخرجك وأظهرك، وأنا أدعوك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أرضى لك إلى الكفر، ولا أتمنى أن تموت على ملة الكفر، ولا أحب أن تبقي على ملة الضلال والكفر. إني لك ناصح أمين، إني والله لك ناصح أمين. ضرب والتعذيب والحرق والألم من أسهل الطرق في الرقية في الدين في الإسلام للظالمين. القصص في دين الله شيء شديد، سمعهم في أذان الكفار كيعدها شيء مخالف للإنسانية. حتى المسلم المؤمن تسقط عليه أحكام الإسلام مهما بلغ إيمانه، فالمخطئ يدفع الثمن. وأنت كافرة مشركة ظالمة، ولا أنك لا تعرفين شيئا عن هذا الدين، فأنا أدعوك لها، تعلمت بسبب وجودك في هذا الجسم، ربما هو عاصي له ذنوب مع ربه جل وعلا، ولكن دخلت للمساجد وقرأت القرآن وسمعته واستشعرت حرارة الوضوء والطهر والطهارة، عرفت النور من الظلام والحق من الباطل والضلال من الهدى، كلها آيات من الله سبحانه وتعالى عليك بها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وأنا متأكد أن الحق ظاهر واضح جلي،
وأنت مطالبة أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى بدل أن تعذبي وتتألمي وتعيشي في ألم وعذاب. وأنا لا أرضى لك أن تكوني عبدة لشهوتك أو عبدة لشيطان أو عبدة لساحر أو عبدة للهوى بصفة عامة. عبد الله سبحانه وتعالى. الله أنزل دينه وفي دينه شيء عظيم والحرية. لولا الإسلام للازال السود عبيدا إلى الآن. لولا دين الله سبحانه وتعالى لما حكم أوباما أمريكا في عهد من العهود. لولا دين الله سبحانه وتعالى لما تحررت الإنسانية من العبودية. هذا أسود وهذا أبيض، هذا عبد وهذا حر. فالدين الدين شيء عظيم، الدين فضله كثير ويسير، ليس على المسلمين فقط بل حتى على المخالفين. فلو أدرك المخالف لدين الله سبحانه وتعالى من يهود أو نصارى أو ملحدين أو مجوس أو خصوصا من الإنس لأدركوا أن هذا القرآن عظيم. لولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الدين الإسلام وهذا القرآن لما تغيرت أشياء كثيرة في هذا الكون. لبقي الجهل يعم البلاد والعباد، ولبقيت العبودية إلى الآن. وأنا أدعوك إلى الحرية، وأغلى شيء هو الحرية. وبالإسلام تنالين حريتك، تعيشين حرة طليقة في حياض الله بدل أن تعمري أجساد الناس والخلوات والفلوات أو بيوت السحرة أو تتغذي على الخبث والخبائث. تعمر المساجد، جعل الله للصالحين منكم المساجد، وأنت في أطهر البقاع ومكة المكرمة والمدينة المنورة يحج لها الناس من بقاع الأرض وأنت فيها. فكيف سبحان الله العظيم لا تستغلين هذه الفرصة العظيمة وتكوني من عمار هذه الأرض الطاهرة من المسلمين وتتعلمي دين الله، تعودي إلى الله. الرقية والتعذيب كما قلت لك شيء سهل، ولكن أن ينفتح قلبك وانشرح للإسلام وصعب، خصوصا لمن عاش على ملة الكفر، خصوصا على من عاش على ملة الضلال، على ملة الظلام والظلمات. ولكن نحن دائما نبحث عن الصعب الذي هو سهل ولين بإذن الله سبحانه وتعالى. والقلوب بين إصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنا لا أريد منك أي شيء، شيء واحد فقط، وأن ترفعي سبابتك إلى السماء. أنت ترفعي سبابتك إلى السماء وتقولي معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقط لا شيء غير هذا. هذا اللي بغيت. يلا بسم الله، إن شاء الله ترفع بإذن الله. أنا أحس يعني أن في شيء من الخير فيك. أنا أدري، حتى ولو كنت ماكرة، حتى ولو كنت كذابة، القرآن يصل. القرآن، استشعار القرآن دائما يصل. القرآن حتى الظالمين على هذه الأرض لما يسمعون القرآن يستشعرون شيئا غريبا، إحساسا مريبا، شعور مختلف دائما. الإحساس عند شعور القرآن وسماع القرآن تلخبط كلامي. عند سماع القرآن يقشعر جلدك سواء كنت مسلمة أو كافر. عند سماع القرآن يتأذى الظالم ويتعذب لا يعرف السبب لماذا. عند سماع القرآن يتحرق جسده ويتألم ولا يعرف لماذا. السؤال المطروح هنا هو: أليس هذا القرآن عظيما بشأنه، بكلامه، بقدرته، بمن أنزله؟ ارفعي سبابتك إلى السماء، كرري معي هذا الكلام طاعة لله جل وعلا. عندي يقين إن شاء الله أنها سترفع. ارفع السماء. عندك شي كلام بغيتي تقوليه؟ لا.
الإسلام إن شاء الله. طيب جيد، شنو هي الديانة ديالك؟ ما هي معتقداتك؟ قبل ما نقولك أنا هذا الكلام مستقر في قلبك إن شاء الله، ماذا تعتقدين؟ ماذا؟ الكفر؟ يعني كيف يعني الكفر؟ يهودية؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. مانيش فاهمك، ارفع صوتك قدر المستطاع، ارفع صوتك. قبل ماذا؟ ماذا؟ ما كنت تعترفين بوجود الله؟ لا، معترف. كيف؟ معترفة بوجود الله. ماذا؟ ارفع صوتك، ما لا تتعبيني، اتعبتي مسامعي. ارفع صوتك، انا مصبح لك انا هضر، ما شتينيش ساعتين وانا في رقية ورفع صوتي، ودابا كنرفع صوتي وانت ما ترفعي صوتك. ارفع صوتك. أنا في انتظارك. كنت معصي. ماذا؟ كنت كثير المعصي. كنت كثيرة المعصية. ما فهمت، يعني أنت لا تؤمنين بوجود الله ولكن مش مسلمة؟ نعم. طيب الآن حاليا ما عندك شي سبب يدفعك تبقي في هذا الجسم؟ لا يوجد أي سبب الآن بصراحة، لا يوجد، لا يوجد سبب رئيسي يخليك تبغي تبقي في هذا الجسم. أكاين سبب الآن؟ عندك سبب مخليك تبقي في هذا الجسم؟ لا، ما كاينش سبب. إذا أنت بعد الانتهاء من الأشياء اللي بدأناها، الآن أنت مطالبة أنك تخرجي طاعة لله، مسلمة طائعة لله رب العالمين. عندك شي فائدة بغيتي تقوليها تفضلي، عندك شي كلام تفضلي، عندك شي سؤال تفضلي. أنا الآن في هذه الساعة أنا موجود معك، ماشي باش نرقيك، أنا بغيتك تفتحي العقل ديالك معي، نصل إلى النهاية وتنتهي هذه القصة، وأنا متأكد أنه سيعفو عنك ويسمح لك على هذه المدة اللي قضيتها في الجسم دياله وظلمتيه. واضح؟ فأنا طالب منك طاعة لله، أنك تأخذي بالنصيحة ديالي الأخوية طيبة وهذا الكلام الجميل اللي كنقول لك، وتتقي الله سبحانه وتعالى وتتأدبي، وإلا سولتك جاوبيني، وتتوبي الله عز وجل، تخرج طاعة لله وتنتهي قصتك بسلام، لا تظلمين ولا تظلمين، ويكفي ظلما. هذا هو اللي طالب منك، مش باغي نآذيك، ما عنديش رغبة نآذيك. أما دابا راكي طالعة، دابا راكي طالعة، قادر نجبدك في الأرض ونآذيك، يسمعوا الصراخ ديالك الجيران. عندي قدرة، لكن ما بغيتش. ملي بديت معكم الرقية ما آذيت حتى واحد، ولكن إلى وصلت لدرجة أنني غادي نآذي، راه غادي نآذي بزاف. انتم الحمد لله في أرض مباركة طيبة، تحسدون على الوجود ديالكم في هذه الأرض. استغفر الله العظيم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله قرآن يتلوه آلاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا يتصدق به آلاء الليل وأطراف النهار. يعني سؤال، يعني نحن نغار، ماشي نحسدوا، نغار من أنكم تعيشون في هذه الأرض الطيبة المباركة. يعني سبحان الله، كيف تلقى جني وصل إلى الأرض الطيبة المقدسة أكثر من مرة، أو جنية ما بغاش يتوب، رأى أشياء يندى لها الجبين ويقشعر منها جلده، يدرك حقيقة أن الله موجود، وأن القرآن حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أن هذا الإسلام حق لا ريب ولا شك فيه. علاش؟ علاش تضيع الحياة ديالك؟ الله سبحانه وتعالى اصطفاك وميزك على كثير من المخلوقات، وقدر لك أنك تكون جسد مسلم باش تعرف على هذا الدين. حتى لو دخلت بسحر، يجب أن تستغل الفرصة وتتعرف على هذا الدين، وإذا تعرفت تب إلى الله وانصرف، وكمل الحياة ديالك وأنت مسلم طائع لله رب العالمين، مش في ضلال وظلام وتخسر في نهاية المطاف. وأكبر خسارة هي تعرف الحق ولا تتوب،
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجن إذا عرف الحق وأنكر وجحد، الجن إذا عرف الحق ولزم الظلم ولزم المنكر والفاحشة وتشبث برأيه اللي هو رأي غير سديد طبيعة، وأمر واضح لا ريب ولا شك فيه، ويعيش سبحان الله العظيم كلبا لشهوته وكلبا عند الشيطان وكلبا عند الساحر، يضيع ما تبقى من حياته. الإنسان والجن يسأل عن وقته فيما أفناه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللحظات لحظات لحظات تسأل عنها، الثواني تسأل عنها، غمضة العين وفتحتها لربما تسأل عنها. وما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما يعمل مثقال ذرة شرا يره، والذرة هي أصغر شيء يوجد في هذا الكون، لا يرى بالعين المجردة، خصو شيء مجهر جدا دقيق باش تشوفه. فهمت؟ أدق تفاصيل الحياة ستسأل عنها، لماذا تضيع وقتك؟ ولا تضيعي وقتك ولا تضيعوا وقتكم في معصية الله سبحانه وتعالى، وأنتم عرفتم الحق ومتأكدين أن هذا هو الحق، شنو السبب اللي غادي يخليك تضيع ما تبقى من حياتك وانت الله أحبك وأتى بك إلى هنا لتسمع هذا الكلام وتعرف الحق من الباطل؟ والله هذا اصطفاء ستسأل عنه يوم القيامة، هذا تمييز وتفضيل، الله سبحانه وتعالى اختارك، الله هذا اختيار من الله لك، توفقت أن تكون جسد مسلم اختيار من الله لك، توفقت أن تسمع القرآن ويقشعر جلدك ويدق قلبك من غرابة هذا القرآن العظيم، هذا توفيق واصطفاء من الله سبحانه وتعالى وتمييز وتفضيل. وفقك الله سبحانه وتعالى أن تسكن جسدا والجسد يحج لبيت الله عز وجل أو يعتمر ويرى، الله المستعان، ما لا عين رأت، هذا توفيق من الله واصطفاء. يوفقك الله سبحانه وتعالى أن تسكن جسدا يصلي 5 صلوات في اليوم، هذا اصطفاء وتمييز وتفضيل من الله سبحانه وتعالى لك، الله أحبك، لو الله سبحانه وتعالى لا يحب لك الخير لما أطلعك على ما اطلعت عليه الآن، ولا اطلعت عليه الآن أو اطلعتم عليه الآن. وأسأل الله أن يهديك، اللهم صميم قلبي ألا الآن في هذه الساعة هذه، لا أرجو منك شيئا، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبك وتكون صادق، لا مكر ولا كذب ولا خداع، وما تخافيش الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتسلمي لله سبحانه وتعالى طاعة لله، ليس حتى خوفا. الخوف علاش تخافي؟ الخوف من الله جل وعلا. أنا لا أراك، نحكم على الظاهر ديالك، الظاهر ديالك أريد أن أحكم عليه أنك تتوبي لله سبحانه وتعالى وتسلمي لله سبحانه وتعالى وتكفي الأذى والضرر والظلم وتخرجي طاعة لله، لا تظلمين ولا تظلمين. طيب إن شاء الله. طيب عندك شي حاجة بغيت تقولي عليك من بدي؟ ما تهضريش بصوت منخفض، رفع صوتك. عندك شي حاجة بغيت تقوليها؟ طيب سؤال بخصوص الأم ديالو، عندك شي حاجة بغيت تقوليها؟ حاولي تفكري مزيان قبل ما تقولي لا. عندك شيء بخصوص الأم ديالو بغيتي تقوليه؟ باقي شي أسحار؟ لم يتبقى أي سحر، يعني بقي عين حسد موروثة قديمة من الأب من الأم. جيد، الحمد لله، هذا الذي كنت أرى، الله تعالى أعلى وأعلم. يعني الآن لم يتبقى إلا حرارة العين الحسد المتراكمة القديمة فيهم كلهم، خصوصا في البنت، في بنتها الكبرى، في أخته الكبرى، وفي الأم. ياك؟ نعم. عندك شيء آخر بغيت تقول؟ الأخ الأكبر. الأخ الأكبر، ماذا؟ تكلمت معي والدته وقالت لي هذا الكلام، إن شاء الله تتيسر غدا وألتقي به. الآن حاليا في الجسد ديال الأم ديالو يوجد جني طيار يخدم عينه حسد. جاوبيني، الجسد ديال الأم ديالو يوجد فيه طيار يخدم عينه حسد؟ أي طيار فقط؟ حية؟ نعم. طيار خادم عين حسد؟ أي. يوجد حية أم لا؟ لا أظن. نعم أم لا؟ نعم. في طيار وحية؟ متأكد كلهم يخدمون العين الحسد؟ طيار يخدم العين الحسد. طيار يخدم العين الحسد.
حية تحرسه تجدد الأسحار له؟ ماذا؟ تعقيد. كيف عقد؟ يعني تربط العقد وكذا، يعني هي ساحرة يعني. ممكن يعني دور الحية أقل من دور الطيار. الذي يحكم في جسد الأم هو الطيار، لا الحية مسيطرة. الحية هي المسيطرة. طيب أين تستقر الحية في جسد دي الأم؟ أسفل الظهر. أسفل الظهر. طيب والبطن والرحم؟ البطن. طيب والطيار استقر في الأكتاف، الرأس، العنق. طيب يعني الحية هي من تحكم، هي اللي عندها قوة على الطيار، هكذا بغيتي تقولي؟ تقريبا. عندك شيء إضافة أخرى بالنسبة للأخت الكبرى؟ عين حسد فقط. لا يوجد جني. لا هذا الذي أظن، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب حاليا تخرجي طاعة لله وننهي القصة. طيب عندكش حاجة بغيت تقوليها؟ رفع السبابة ديالك، يديك بزوج السبابات، رفعهم لفوق هكذا. أشهد بصوت مرتفع، رفعهم بزوج، يديك بزوج، يديك يديك معا. أشهد بصوت مرتفع، بغيت نسمعه. الباطل كنت تصيحين فيه ولما وصلنا للحق ما بغيتيش. أشهد أن لا إله بصوت مرتفع لا إله إلا الله، إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقسم بالله العظيم أن أخرج من هذا الجسد طاعة لله وحده، وأقسم بالله العظيم أن لن أعود إليه، ولن أعود إلى أذية المسلمين ما حييت أبدا. أقسم بالله العظيم أن أخرج طاعة لله الآن، وألن أعود إلى خدمتي السحري أو العين والحسد. وأقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن كل ما قلته كان صدقا، وإذا كذبت علي من الله غضب وسخط. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. من أي مكان دخلتي؟ من أي موضع في الجسم دياله؟ طيب الآن كانت تخرجي طاعة لله الآن، من أي موضع تخرجي؟ يلا توكلي على الله. غادي ندير له رقية وراءها حتى أتأكد. هذه آخر مرة سأتكلم فيها، وأنا عندي أنا مرتاح لك، أستغفر الله، ولكن مطمئن، عندي شوية ديال الاطمئنان، زايد شوية نغزة أنك غادي تخرجي، وأنك ما تزيدي ترجعي، وأنك تتوبي الله. أنا بعدها هذا الشيء اللي حاس به، وأتمنى أن لا يخيب ظني فيك. يلا بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم غادي ينزلك الأرض باش تقدري صافي حي وقفه ونزلها الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم غير لجلستك أنه ساجد حتى يخرج ذاك الشيء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا
توفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله وحده، هزم الأحزاب وحده، نصر عبده. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى أشرف الأنبياء وأتقى الأتقياء محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، المحجلين ما دامت السماوات والأرضين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على النعم كلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لا نعلم. اللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد، 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 لا إله إلا أنت. عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها، نشفيك شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. خلي على على مهله. حاول تقوم من مقامك، حاول تسمعني، كتسمعني، حاول تنوض، قم قم اجلس. سجدة شكر قال لك الوالد. احكي لي احساسك، حسيت انه شيء طالع من فمك؟ في دوخة؟ لا، كان مخي طالع من مكان. كان مخك طالع من مكان. حاول توصف لي احساسك اكثر ادق. هذا الإحساس لم يسبق لك في حياتك أن شعرت به؟ نعم. أول مرة في حياتك منذ أن ولدت؟ الحمد لله. أحس فكي كان يتكسر. فكك يتكسر يعني فمك من شدة ال... من هنا. إيه جيد. وحلقي حسيت يطلع من مكانه. حلقك حسيت إنه يطلع من مكانه، كان شيء يطلع من حلقك. يطلع كذا. إيه. وصف لي أكثر، حسيت إنه في شيء طلع من جسمك؟ إيه. أحس من هنا. من هنا وطلع مع الفم وخرج. وكان يكتمني مرة ما قدرت. من شدة صعوده يطلع صعب، يطلع صعب بصعوبة طلع. ولما طلع حسيت به طلع من فمك. اي بعدها خلاص دخت. الحمد لله، بسم الله شكرا. الحمد لله. اوه كم تعبني هذا الخبر. ابشر ابشر. الحمد لله، اللهم لك الحمد. لك هذا الأمر يعني أتعبني حتى أسمع أنه شوفي يعني النهاية حتى تصل إلى النهاية أمر شاق ومتعب، سواء في عقلك أو في تفكيرك أو في رقيتك أو متى سنصل إلى النهاية. آمين يا رب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي كل مبتلى. آمين يا رب العالمين، والعاقبة لكل مريض إن شاء الله بالشفاء العاجل. الآن فاضلنا وحدة، حالة وحدة وننتهي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. كالذي وقع اليوم يقع إن شاء الله، نخلص وننتهي بإذن المولى سبحانه وتعالى. صاحبي وخط.